25/9/2012. نحن الآن بداخل إحدى كنائس حمص القديمة، كنيسة السيدة العذراء أم الزنار، وهي واحدة من أهم الكنائس هنا في حمص القديمة، وهي كنيسة أثرية. كما ترون هنا إحدى القذائف، وأيضا هنا ثقب ناجم عن سقوط أحد براميل التي انتهى من الطيران المروحي التابع لكتائب الأسد. تم استهداف هذه الكنيسة عدة مرات بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، من الصواريخ وبراميل التي والهاوينات. كما ترون هناك دمار كبير ناجم عن ذلك القصف. كتائب الأسد لا تفرق بين مكان وآخر، فهي تقصف الكنائس والمساجد ومنازل المدنيين، حتى القصور الأسرية في حمص القديمة قد تم قصفها. وأود أن أذكر أن مدينة حمص ما تزال تقبع تحت الحصار الشهر الرابع على التوالي. حسبنا الله ونعم الوكيل. حمص 25/9/2012، من داخل كنيسة أم الزنار في حمص القديمة.